السياسي. أهلا وسهلا مرحبا. بالسياسة حدثوك فقالوا عن جملة من المشاريع التي أطلب من الله أن يوفقني في تحقيقها: المدينة الصحية بالقيروان، وأيضا وسكة حديدية تي جي في تربط بين تونس، بين بنزرت عفوا، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. سأطلعك على ملف لم يطلع عليه أحد إلا سيد الرئيس ربما. هذه يا سيدي خليه بغياتي، هذه فيها 131 مليار دولار. قديش؟ 131 مليار دولار لتونس، 66 توضع في البنك المركزي، يصبح الدينار التونسي دولار من غدو. للسكن حاطين 25 مليار، مليار يعني مليار دولار يا تونسة، مش دينار. راستين للزراعة 7 مليار، للصحة 2 مليار، للترانسبور بيبليك 10 مليار. مدينة صحية في القيروان تتوفر على كل الاختصاصات، فضلا عن كل المرافق الأخرى من حدائق ومن مدارس ومن نزل ومن بما في ذلك من روحيات للحماية المدنية، يعني والدراسات تكاد تكون جاهزة. حدثوك أو وعدوك بمشاريع عملاقة فاتضح أنها كانت من أفلام الخيال العلمي، سيتي دو لا سيونس فيكسيون. طبعا لا فائدة من التذكير بوعود الويفي المجاني وكليات الطب ولا 400 ألف موطن شغل ولا منتجع السجومي، فهم بالمقارنة مع 131 مليار دولار لتونس لا قيمة مادية لها، بل قيمتها أو دلالتها أخلاقية قيمية قاسمها المشترك كالكذب والشوط. ولكن ما هو دوركم في الموضوع؟ دوركم هو فقط دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة، أخطاء قديمة جديدة متجددة، وهي تصديقكم أو سأقول تصديقنا لهم في كل مرة شجعهم على المضي في أوهامهم وحديثهم الأجوف. تذكروا مشروع صافي سعيد 131 مليار دولار، مليار دولار يا تونس، ومشروع سياتو يعني والدراسات تكاد تكون جاهزة. أنساوهم، اسمه المشروع اللي تحدث عليه عبيد البريكي في مكالمة مع سياتو. حكيت في بروجي متاع استثمار كبير، نعم حكيت له عليه، اتضح انه عنده عليه فكرة، وهذا ينجم يكون مشروع متاع تونس كبير برشا، لأنه السيد جاب حذاي سمعته بت هذا آخر حديث، مش تجي بي قعدت معاه مش قبلها. فكرة التي جي بي لا لا لا، هذا بروجي متاع 80 مليار دولار، معناتها 500,000 بوست دومبلوا ديريكت و 500,000 انديريكت فيه مدن مدرشنو مدينة ترفيهية وصحية ومدينة، وفي سانك زون فرانش غريبة معناها، وفي دي بروجيكسيون للبطالة لون 2000 كذا ويتوصل. هذا شراكة خواص، هذا مستثمرين في العالم كبار. طبعا جميل أنه السياسي يعرف في بعض المشاريع من باب تشجيع الاستثمار، وباقي نشجعوا في الاستثمار ونشجعوا في الاستثمار والاستثمار ما حبش نشجع مرارة ما اللي نسمع ونشجعوا تشجيع الاستثمارات، الاستثمارات تنشجعوا فيها توخ 60 سنة وما حبش تشجع. والأجمل أن يكون عنده وعي بأهمية المسائل والملفات الحياتية. لكن هناك مسائل اليوم مستعجرة، مسائل حياتية تتعلق بحياة المواطنين. كسمعتوا حياتية فهمتوا اقتصاد واجتماعي، ولكن كالعادة لا، الرئيس المعارض كنت أظن أنه بشيحكي على اقتصادي والاجتماعي، ولكن ولن يهدأ لي بال، ولن يهدأ للشعب بال إلا إذا تم تطهير البلاد. وما الإجراءات التي تم اتخاذها إلا لتطهير البلاد؟ أعلم جيدا أنهم يتقلبون حسرة وكمدا، لأنه تم الشروع في وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة. وفي الأثناء البلاد قادمة على كارثة اجتماعية، قالت عبير موسي رغم النجموش نستناه، الكارثة الاجتماعية على الأبواب، الانهيار المالي على الأبواب، ل 12000 مليار اللي احنا توا في بيننا باش نطلعوا للجمره كان وصلنا عملنا اتفاق فيها من صندوق النقد الدولي، اي منها ديجا 7730 مليار ماشيين قروضات تسديدهم بالعمله الصعبه في 2022. والميزانيه اللي تضلع ديجا من غير حتى الحرب بين روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار القمح والبترول باش تتحمل مصاريف اضافيه بعد قرار تصفيه البنك التونسي الفرنسي، قال معز الجودي ارقام مهوله. البنك هذايا فما اليوم كوميول دو ديفيسيت نتاع 500 مليون دينار، 500 مليار معناتها ماهوش رقم هين. فما ديكريونس معناتها اللي حد الان ما خلصوهمش، كريديات خرجوا ما خلصوهمش،
فرنسون الحجم نتاعهم 270 مليار، فما هدايا لفري دونورير معناتها حقيقة الرقم مهول 250 مليار. قداش ندفعوا سي معز؟ 500 مليون دينار، 270 مليار، 250 مليار. مش مشكل يا راجل يا سي صافي، هات حويجه 131 مليار دولار لتونس. وسي عبيد عاوننا 80 مليار دولار. وي وسيادتك لم تكن معنا حتى ثمن قهوة. لا مستحيل، البلاد هذه بلاد بشروها بمشاريع عملاقة ومجنات كان وعود واهية وأفكار ومشاريع فكاهية هلامية. وبصراحة لسيادته ولسي صافي سعيد وسي عبيد البريكي وغيرهم بصراحة هذا يزاد يكفي منه.